A stone is dropped from the rest from a top of tall building. إذا كنا ماسكين إذا حجرة وعلى إذا علو عمارة معينة إذا تركناها تسقط تركناها تسقط تمام إذا dropped from rest. After 3 seconds of free fall, its displacement from the top of the building is إذا بعد مرور 3 ثواني من السقوط الحر إذا المطلوب displacement المقطوع من بداية إذا علو العمارة أو قمة العمارة. إذا لدينا free fall with V0 يساوي 0 متر بالثانية تمام السرعة البدائية بما أنه كنا ماسكين الحصى أو الحجرة عفوا وخليناها تسقط وتسارع بطب الاتفاق جي يساوي سالب 9.8 متر بالثانية تربيع. Note that the height of the building is not needed and not requested. تمام إذا سمعت عدة تساؤلات حول علو العمارة فبالتالي علو العمارة ليس له أي فائدة في التمرين هذا مطلوب الديسبليسمنت المقطوع فقط. إذا دلتا واي يساوي واي ناقص واي زيرو يساوي نص أي تي تربيع يجب استبدال اي ب جي اللي هو سالب 9.8 بالطبع وزائد في 0 تي في 0 اذا يساوي 0 اذا هذا الترم يختفي ويبقى لي اذا في الاخير نص ضرب التسارع وضرب الزمن تربيع ويعطيني اذا سالب 44.1 متر. بالطبع الان نعود الى علو العماره. بالطبع اذا كانت العماره طولها اقل من 44.1 متر فبالتالي سوف يسقط او يلمس الارضيه قبل مرور 3 ثواني وإذا كانت العمارة أطول من 44.1 فبالتالي الديسبيسمنت المقطوع سوف يكون بهذا القيمة هذه ولم والحصى لم تصطدم بعد بالأرضية.